مساء الخير يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده هيجيب لي مشاكل كتير قوي، انا عارفة، بس انا مش فارق معايا لان انا عارفة ان انا مش بعمل حاجة غلط. احنا طبعا شايفين الظروف اللي احنا فيها، البلد عاملة ازاي، ومفيش خروج ومفيش كافيهات ومفيش جيمات ومفيش اي حاجة، والدولة شايفة ان هو ده الصح عشان تحافظ على أمان، يعني صحتنا والأمان، يعني نبقى في أمان. فأنا شايفة إن يعني الطبيعي دلوقتي إن كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح، يعني زي ما الدولة كده عملت، خدت الإجراءات اللي هي تحافظ على سلامة مواطنيها، كل واحد يعمل اللي هو شايفه صح، اللي يحافظ على سلامته ويحافظ على كل حاجة فيه. انا مش عارفة ابتدي ازاي، يعني هو لازم يبقى فيه مقدمة عشان الناس ما تستغربش. انا اسمي مها اسامة، تمام؟ عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على الفيسبوك، وعارفة ان ده قرار مش سهل وهيجيب لي مشاكل كتير، بس انا قد القرار ده ودرسته كويس قوي، وهتحمل الحلو بتاعه والوحش بتاعه، والوحش هتحمله الأول. انا مش عايزة حاجات كتير في الشخص اللي هرتبط بيه، غير ان هو يكون جد وفعلا عايز يتجوز. انا كان ممكن اعمل زي البنات اللي على التيك توك، اللي هي بتلبس لبس مش محترم وبتعمل حركات مش محترمة، بس انا اعلى من كده بكتير. فعشان نفسي للجواز على الفيسبوك، والشيء ومش هيهزر عليا ويقلش عليا وياخد سكرين شوتات على يبعت لي، وانا مش هتكلم عن نفسي كتير، مش هقول تفاصيل عن نفسي كتير. بس اللي عايز مهتم ان هو يعرف تفاصيل كتير عني هيعرف يوصل لي ازاي. مش هطول على الفيديو اكتر.